في أزمة نقابات التعليم مع وزارة التربية والتسويت. شمس معك، شمس معك مع هيفا بالطيب على الشمس FM، على الشمس FM. طبعا اذا كنا تابعتوا الماتينال صباح مع مالك الخالدي كنتوا سمعتوا تدخل نقابه التعليم الاساسي اللي كانت البارح اعلنت انها باش تقاطع امتحانات الثلاثي الثاني. نقابه التعليم الثانوي اليوم زاده في نفس الاشكاليات مع وزاره التربيه. البارح الاسعد اليعقوبي كاتب عام الجامعه العامه للتعليم الثانوي قال انه ما تمش التوصل في الجلسه نتاع البارح الخميس 23 فيفري الى حل وإلا إلى اتفاق مع سلطة الإشراف، وقال أنه متمسكين بالمطالب اللي تمت بلورتها بقاعات الدروس بقاعات الأساتذة بالتحديد. باش نحنا باش ناخذوا أكثر تفاصيل على الموضوع، وإذا كان فما تطورات معنا جودة دحمان عضوة بالجامعة. مرحبا بك لجودة، صباح الفل. صباح الفل، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة الشفاء. المفاوضات مع الوزارة فارغة وعليها تحمل المسؤولية، هذا تصريح جامعة التعليم الثانوي. لو كان زدت تعطينا أكثر تفاصيل على اللقاء اللي جمع الجامعة البارح بسلطة الإشراف. هو للتوضيح مش البارح اللقاء، عملنا اللقاء الثاني مع الوزارة كان هالأربعة. البارح كانت هيئة إدارية وطنية قطاعية. دونك اللقاء كان بيه البارح، والبارح اجتمعتوا في الهيئه الاداريه. البارح 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 اجتمعنا، عملنا جوج جلسات مع الوزير الجديد. نحن نسجل معناتها بايجابيه كونه ثم جلسات، ولكن كيف ما قلنا قبل راهو نحبوها جلسات معناتها تكون جديه وتفضي الى حل الاشكاليات ومعناتها تحقيق المطالب القديمه والمستجده. مع الحقيقه الى حد هذه اللحظه اللي فاتت الجلسه الثانيه مع الوزاره، ما زالت الجلسه لم تصل الى المأمول معناتها والمنتظر منها من الجامعه العامه ومن المدربين والمربيين. ولكن سلطة الإشراف قدمت مقترحات جديدة، يبدو أنه هل تمت مناقشتها البارح؟ لا أكيد، البارح عرضت على الهيئة الإدارية خاطر الجلسة كمانها نهار الأربعاء العشية الأخر، نهار الخميس الهيئة الإدارية بالطبيعة عرضنا على الهيئة الإدارية ما قدمته الوزارة، ولكن هاني فقط معناتها ما سماش، ما زالت لم معناتها دون المأمول معناتها. يعني حتى المقترحات اللي تقدمت ماهيش في مستوى الانتظارات نتاعكم وإلا تخليكم تتراجعوا على تحركات الاحتجاجات وعلى التفعيل زادة، فهمت؟ خاطر عندنا المتخلد بالذمة من اتفاقية فيفري 2019، وعندنا المطالب الجديدة المادية اللي صحتها اللي طرحينها، وحتى هي ما عادش نجموا نقولوا عليها جديدة على خاطر معناتها ولات جديدة باش تولي قديمة زادة المطالب هذيك. حكينا معناتها طرحت الهيئة الإدارية. على كل حال اليوم انتم مواصلين في حجب اعداد الثلاثي الاول، يعني لا مجال ما تطرحش الثلاثي الاول انتهى امره. نحن قرار حجب الاعداد الثلاثي الثاني زاد تم اتخاذه مش بالهيئه الاداريه البارح مسكنا به، ولكن الهيئه الاداريه اللي قبلها طرحت كونه مقاطعه امتحانات الثلاثي الثاني مطروح. طرحت ولكن تعرف اللي الهيئه الاداريه في الاخر معناتها نمشيو بالموقف الاغلبي. طلبنا وقت من النقابيين من كونهم يلتحقوا بقاعات الاساتذه ويتناقشوا مع قاعات الاساتذه في هذا الطرح. البارح تاكد كونه بتدخلات الاخوه اعضاء الهيئه الاداريه كونه الاساتذه متمسكين بحجب الاعداد وما نمشيوش في مقاطعه امتحانات الثلاثي الثاني. هذه معلومه جديده، يعني اليوم ما فماش اتفاق والا ما فماش اجماع من قبل الاساتذه على انهم ياخذوا قرار نتاع مقاطعه امتحانات الثلاثي الثاني. معناتها الموقف الاغلبي مش هذاك في الهيئه الاداريه، ونحن نمتثل ومعناتها في الاخر نمتثل. هاني قلت لك راهو مقاطعه معناتها حجب اعداد الثلاثي الثاني تخذاه من الهيئه الاداريه اللي قبلها ومواصلين فيه. باش نقولوا نحن عندنا بيشوف مواصلين فيه خاطر قرارات الهيئه الاداريه ملزمه للجميع. نحن عندنا جلسه تفاوضيه نهار الخميس جاي مع الوزاره، نهار الاربعاء الجاي بيتو. نرجو كونها معناتها تتحلحل الامور، كونها معناتها تتعامل معناتها تصير حاجات معناتها فعليه.
وكون تتطور الامور ديما فيه خير الجميع، خاطر نعرفوا تو حجب اعداد الثلاثي الاول كمل باش نمشيو في حجب اعداد الثلاثي الثاني، معناتها مازال عندنا صحيح معناتها شويه وقت باش الناس الوزاره تزرب، ولكن في الاخر في الاخر كيف ما قلناها قبل هاك شفت في الاخر لازمنا القدر نتاعنا كون نجيو الى طاوله المفاوضات. مادام القدر نتاعنا نجيو لطاوله المفاوضات ومادام نحن متمسكين بالقرار النضالي الى ان معناتها على الاقل تصير اتفاق مع الوزارة في التحقيقات الأساسية، من الحل الأمثل الأقل يقول كون الوزارة اليوم والحكومة المسؤولية عندها لحلحلة الأمور ولإيجاد حلول للإشكاليات باش نقصوا الضغط على الناس الكل. علاش الوزارة فقط النقابات ماهيش ما عندهاش هكا اليوم يعني مجال انها هي بيدها تعمل خطوة الى الوراء، مثلا تتنازل في نقاط معينة؟ علاش الوزارة ولا السلطة فقط اليوم هي اللي تقول انها مسؤولة على هذا؟ معناها من الطرفين المفروض والمفاوضات يعني انه كل طرف ينجم يوخر شوية وينجم يتنازل شوية. هايوة شك قلت سيدتي العزيزة كونا في المفاوضات راه ما ثماش مفاوضات، ما نمشيو المفاوضات ما نمشيوش بعقليه كونا نحبوا نفشلوها وما نحبش النجوى، بالعكس. فوالا بالاول قلنا لسنا دعاه معناتها تصعيد مجاني، ولكن راهو باش التنازلات وهذايا اللي كونا نتفاعلوا مع بعضنا في اطار المفاوضات هذا يصير في جلسه المفاوضات. في جلسه المفاوضات هذاك علاش قلت لك وشكون عنده صاحب القرار يقعد ديما الطرف الوزاري، السلطة هي اللي عندها هي صاحبة القرار، أعطينا مقترحاتنا تفعلنا إيجابيا، ولكن مطروح على السلطة هي اللي تقدم خطوة. نحن قلنا سنتفاعل إيجابيا متى كانت الأمور جدية ومتى كانت الأمور مقبولة على الأقل في ثم حد أدنى معناتها باش نقدموا فقط. واضح، شكرا جزيلا لك أستاذة جودة دحمان عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي على كل التفاصيل هذه، شكرا لك لله.